بسم الله الرحمن الرحيم. فريق استمرارية العمل كأحد الفرق الوزارية التي تعمل على مدار الساعة خرجوا بقرارات لضمان استمرارية العمل، ومنها بالنسبة لرواتب الموظفين في القطاع الخاص، نحن نستخدم بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد الرقمي الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكن صاحب العمل والعامل على أحد سواء من إجراء عملية تحويل الرواتب واستلامها بدون مخاطرة بهم وخروجهم من منازلهم. سيتم الإعلان عن آلية الإلكترونية لتحويل الرواتب باستخدام المحافظ الإلكترونية، بحيث يتم تحويل الرواتب يوم الاثنين 30 الشهر، وسيتم التوضيح التفصيلي للعامل وصاحب العمل عن الخطوات التي يتم اتباعها. تم الانتهاء من ذلك من قبل البنك المركزي ووزارة الاقتصاد الرقمي، واليوم قبل الغروب سوف نزود صاحب العمل والعامل بإعلان عن الآلية التفصيلية. اليوم قبل الغروب كذلك سوف يتم تعميم أدلة الوقاية والسلامة الصحية التي يجب على المواطن حماية له، وعلى التاجر وعلى جميع فئات التزويد الالتزام بها، وهي دليل وثائق عبوات مياه الشرب، دليل وثائق نقل الغاز، دليل المخابز، دليل محلات البيئة والسوبر ماركت، محلات البقالة والسوبر ماركت، دليل التسوق، دليل المتسوق للمواطن، دليل المؤسسات الصناعية الكبيرة، دليل المراكز التجارية، دليل الصيدليات، دليل موزعي المواد الغذائية، خدمات التوصيل للمنازل. سوف يتم تعميم هذه الأدلة، وبموجب قانون الصحة العامة سوف يقوم معالي وزير الصحة بتفويض أجهزة الدولة المختلفة بالرقابة على تطبيق هذه الأدلة حماية للمواطن والوطن. بالنسبة للتصاريح، اليوم سوف تصدر قائمة جامعة لكل ما ينظم عملية الحركة في ظل هذه الظروف، وكما هو المعلوم صدرت تصاريح لإدامة الحياة في اليوم الأول للأزمة، ويتم تقييم هذه التجربة، وسوف يتم التحول إلى الطريقة الإلكترونية لمنح التصاريح والتأكد أننا نمنحها في الحد الأدنى حسب الوزراء كل واحد في قطاعه. بالنسبة لخدمات التوصيل إلى المنازل، إيصال المواد الغذائية وغيرها، فسوف تبدأ عملية التوصيل للمنازل يوم غد بعد إصدار دليل الصحة والوقاية بهذا الخصوص. وعمل على هذه المنظومة كل من وزراء النقل والسياحة والاقتصاد الرقمي، وسوف يقوم وزير النقل اليوم بتعميم هذه الطريقة لتوعية المواطنين بها، لجعلهم ملمين بكل القنوات المتاحة لذلك. بالنسبة لسلسلة الخضار والفواكه من الأغوار والمزودين والأسواق المركزية وطريقة حصول المواطن عليها، سوف يقوم معالي وزير الزراعة ومعالي أمين عمان بالحديث إليكم حول آلية عملها. بالنسبة للمسالخ كذلك الموضوع، معالي وزير البلديات أو وزير الإدارة المحلية وزير الزراعة ومعالي أمين عمان سوف يقوم اليوم بإعلام المواطنين حول آلية عملها. عروس الشمال إربد لها خصوصية في هذا الموضوع، ويقوم حاليا محافظ إربد بالتنسيق مع الجهات المركزية المعنية بوضع جميع ما يضمن وسائل الوقاية والسلامة بهذا الخصوص. هذه الإجراءات نعمل على تقييمها كل يوم. هذه المرة
الأولى الذي نمر بهذه الظروف، وإن شاء الله المرة الأخيرة، وإن شاء الله غمة وتزول. شكرا لكم.